رجعنا لكم أصدقائنا مباشرة على الهواء، محطة مع الأبراج. الحمل بيلزمك اليوم المزيد من الصبر والترقب، بدك تكون رايق، بدك تتصرف مع الأمور بروية، لا ما تفوت بإشياء أنت ما بتتمنيها. الثور قلق، وهالقلق هيدا عم بتمده إلى العائلة، فكل العائلة عم بتكون متوترة لأن أنت متوتر. اليوم بدك تحاول تخفف من حدة التوتر خاصة بينك وبين العائلة. الجوزاء كتير عم بيشوف الأمور بطريقة تفاؤلية اليوم، من بين الأيام يلي أنت بتعطي تفاؤل للآخرين، ويمكن نحن منشد على إيدك ومنقول لك برافو عليك، هيدا اللي لازم يكون، لازم أنت تمد الآخرين بالتفاؤل. سرطان، بالرغم من الظروف القاتمة، السرطان عم بيحاول يشوف نقطة من الأمل، مشان هيك بيستقبل هالنهار بابتسامة، وممكن اليوم يسأل عن هالابتسامة منين جيبها، ليه عم تضحك، ليه مبسوط، ولكن أكيد عنده لكل سؤال جواب. الأسد يتخبط بوضع مادي مش ولا بد، وهيدا الوضع عم بيخليه اليوم هيك متقوقع شوي على الزيت. نحن بدنا نقول لك أكيد هيدا الوضع مهم بالنسبة لك، ولكن بدك تروق لتقدر تمرق هالفترة بالتي هي أحسن. إلى العذراء، خلوق وعنده اليوم هيك حدة ذكاء، كلامه بتحسوه نزل بمحله، ما بده يعمل أبدا إفور، اللي بيحكيه بينزل مسكوب بمحله، وكأنه شاغل عليه قبل، وكأنه مفكر فيه قبل، فأنت اليوم حاد الكلمة والذكاء. الميزان، بدك اليوم تعرف كيف بدك تعطي الآخرين مساعدة، مش بس المساعدة المادية، يمكن مساعدة معنوية، يمكن بالكلمة الحلوة، يمكن بالابتسامة الحلوة، يمكن بتقول للحبيب أنا إلى جانبك وعم بدعمك، هيدا بيكفي بها الفترة. العقرب خلوق، اليوم عنده أفكار ما حدا بيعرف من وين عم بيجيبها، يمكن هيك مثل ما بيقولوا بس يكون في صعاب كتير منطلع بأفكار، وانت هيك عم بيصير فيك، بس تحس بأزمات من حيث لا ندري بتطلع بحلول وبتطلع بأفكار وبتطلع بإشياء غريبة عجيبة ولكن مهضومة. القوس يلجأ إلى شخص ليخفف عنه حدة التوتر، اليوم القوس متوتر منه على بعضه وفعلا بحاجة لحدا هيك يقف إلى جنبه ويطمنه شوي بهالمرحلة المصيرية. الجدي غير أنه عنده أمور ما عم بيمشي فيها تراتبيا، عنده بعض الأفكار فاتي ببعضها، مشان هيك اليوم لازم تحدد خياريتك، إن كانت بالعمل أو إن كانت داخل الأسرة الصغيرة، لازم تحدد خياريتك وبترجع بتنطلق. الدلو بعيد عن العناد، بعيد عن التكبر، بعيد عن اللف والدوران، اليوم متواضع، هو دايما متواضع، ولكن اليوم متواضع، والكلمة اللي لازم يقولها بيقولها بأقل خسائر ممكن. قدامك نهار لذيذ، ولو كانت هيك ما عندك هالأمور المهمة يلي تحققها، ولكن بيقطع بسرعة هالنهار. الحوت يجاهد في سبيل ترك انطباع جيد لدى الآخر، ونحن اللي بدنا نقول لك ما في داعي أنك تجاهد، فيا الآخر بيتقبلك مثل ما أنت يا ما بيتقبلك، وهيدا الأمر يلي لازم تشتغل عليه اليوم. نوصل لمولود اليوم، حتى لو كنت قاعد بالبيت ومزروب بدنا نقول لك هابي بيرثدي، عقبال المية سنة، إن شاء الله يا رب سنة الجاي بتضوي شمعة جديدة وحلوة بحياتك. مولود اليوم منطقي، حكيم بالأمور، بفكر كتير قبل ما يحكي، ورصين ورزين، وعنده أخلاق بالمجتمع، من إيجابياته بحب الاندماج الاجتماعي، من سلبياته بيطرح كتير أسئلة. هالسنة سنة التحدي، تحياتنا لكل مواليد اليوم ينعاد عليكم. المحطة الأخيرة مع عماد. عماد يعود إلى أصول عربية وبيعني البناء العالي أو ما يسند به. عماد بيبحث عن الكمال بكل شيء، اجتماعي، مرح، محبوب، ما بيحب الحياة المعقدة، ما بيحب الصريخ والضجيج، بيركز، بيفكر وبيتخذ قراراته، عملي عنيد مجتهد، بيعطي العمل دايما أولوية. تحياتنا لكل عماد عم بيتابعنا. هذا كل شيء ببرج اليوم أصدقائنا، بريك ونعود.